السلام عليكم، حياتنا أخونا الإعلام الجميل عمرو عاطف وبرنامجك المميز صاحب الكورة. كمان احنا بنرحب بالإخوة المصريين، نادي الأهلي المصري في السودان، تيجوا تقعدوا بقيلوا شيلكم فوق راسنا في عيوننا. ما في زول، ما في مواطن سوداني بيأذي زول أو بيهبي زول. حسب سمعتوا بمواطن سوداني أذى زول ولا ضرب زول؟ يا ما ده كله كلام فاضي، كلام فارغ، دعايات، فتن. نحنا بنرحب بكم إخوة أحباب، نحنا قاعد نجيكم، انتوا بتجيونا. إن شاء الله هتسمعوا كل خير، إنه الأهلي المصري جا لعب ومشى وما لقى إلا الود والبشاش والترحاب. إن شاء الله الهلال غالب بتشجيع جمهوره بدعوات محبيه ما في اي شي بيحصل، ما في اي كلام فاضي من ان احنا بنسمع له. احنا ذاتنا بنسمع بالكلام ده زيكم عن طريقكم، نسمع انه الهلال حيضرب الجمهور واللعيبة. لا لا، السودان ما فيه كلام بالشكل ده. السودان طول عمره كان بلد مضياف، حيظل بلد مضياف. ان شاء الله الهلال غالب 2-0. تحياتنا لك تاني مرة تانية أخونا عمرو عاطف وبرنامجك صاحب الكورة، لأن إحنا بنحبه ومتابعينه. نتمنى لك التوفيق، نكون في الموعد يوم السبت في المقبرة. الهلال منتصر 2-0. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب ببرنامج صاحب الكورة ونرحب بالفريق المصري، الأهلي المصري في بلده الثاني السودان، ونتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. فالبلد امان ان شاء الله، وما في خوف يعني من الوضع، يعني الوضع امان والبلد امان ان شاء الله. وزي ما الهلال عنده طموحات للفوز، كمان برضه الاهلي عنده طموحات للفوز، ونحن نتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. الليله في ضيافه برنامج جميل صاحب الكوره، ونحن الليله من الخرطوم نحيي كل الجماهير السودانيه وجماهير الهلال الخاصه، ونحيي كمان جماهير الاهلي المصري، ونقول لهم مرحبا بكم في بلدكم السودان، وان شاء الله تلقوا ضيافه وكرم وكل حاجه جميله في الميدان. اما جوا الميدان فمعانا الشعله ومعانا الضي، الاهلي بناكله حي.